السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تاريخ اليوم هو 5 من الشهر الرابع شهر أفريل 2020. ما أود أتطرق إليه في فيديو اليوم هو عن التقسيمات الاصطناعية وكذلك إضافة العاسلات. فبالنسبة للتقسيمات، لمن يملك عدة خلايا؟ وهذه هي الطريقة التي أتبعها. أخذ 3 إطارات من 3 خلايا مختلفة فأحصل على طرد جيد، وكذلك لا أضعف الخلية الأم. حين أخذ إطار واحد من خلية متكونة من 10 إطارات وأعوضه بإطار شمع أساس، بعد 3 أيام 4 أيام أسبوع بالكثير يكون مبني، وهذا حسب الظروف الجوية والمناخية، يعني بالكثير أسبوع يكون مبني والملكة وضعت فيه بيض جديد. أخذ إطار من كل خلية لا يضعف الخلايا الأم، وكذلك نقوم بإنتاج طرود جيدة. أفضل من تقسيم الخلايا، هناك من يقوم بتقسيم خلية إلى خليتين عن طريق على شكل حرف V باللغة الفرنسية أو اللاتينية. الطريقة التي أتبعها، أخذ إطار من كل خلية، وهي طريقة جيدة جدا. وهناك من يقول أو يعتقد أن النحل يتقاتل حين يكون من عدة خلايا، فالنحل يتقاتل حين يكون من خليتين اثنين، أما إذا كان من 3 خلايا فأكثر فالنحل لا يتقاتل. وعن تجربة، لن تجد ولا نحلة ميتة داخل الصندوق الجديد، النحل لا يتقاتل نهائيا، وهي طريقة ناجحة جدا جدا. طريقة التقسيم، هناك من يأخذ النحل الحاضن فقط، وهناك من يأخذ معه النحل السارح. فحين نقوم بالتقسيم في منتصف النهار يكون معظم النحل السارح قد خرج، حين نأخذ إطار يكون أغلبية النحل، إن لم أقل كله، يكون عبارة عن نحل حاضن. لكن الطريقة التي أعتمدها أنا، أقوم بالتقسيم في آخر اليوم، يكون هناك النحل السارح قد دخل إلى الخلية بكثرة، فحين أخذ إطار من خلية يكون فيها الكثير من النحل السارح. وفي اليوم الموالي فقط بعد فتح الخلية بالكثير ساعتين، نرى أن هناك نحل يرجع بحبوب لقاح. وهناك من يعتقد أيضا أن التقسيمات الجديدة النحل لا يدخل حبوب لقاح للخلية، أو يعتقد أن في الخلية التي لا تحتوي على ملكة ملقحة لا تدخل حبوب لقاح، وهذا خطأ. بالتقسيم في آخر اليوم تكون الخلية أو التقسيم ناجح جدا. فبعد الفتح عن التقسيم يبدأ النحل بالسروح، وكما ذكرت ساعتين بالكثير نشاهد رجوع النحل محمل بحبوب لقاح، يعني تقسيم جيد جدا. التقسيم أو التقسيمات أنا أنقلها إلى منحل ثاني، أقسم الطرد أغلق عليه وفي الليل أرحله، أو في الصباح الباكر وأقوم بالفتح عليه مباشرة، أضعه في مكانه وأفتح عليه مباشرة، لا أنتظر ولا شيء، أفتح عليه مباشرة. وكما ذكرت، هذه الطريقة التي أعتمدها أو التي أشتغل بها طريقة ناجحة جدا. أخذ مع الطرد الصغير أو الطرد الجديد نحل سارح ونحل حاضن، فتبدأ
الخلية بجلب حبوب لقاح، وبعد تلقح الملكة ستكون أو ستقوم بوضع البيض بكثرة، لأن داخل الخلية هناك الكثير من حبوب لقاح. هناك ما يقوم النحل بإطعام اليرقات، هناك مخزون جيد ستتغذى عليه اليرقات، فتنطلق الخلية بقوة، أفضل من أخذ نحل حاضن فقط. وحين تتلقح الملكة لا يكون هناك مخزون، فتقوم بوضع البيض بشكل أو ليس بكثرة. بوجود المخزون داخل الخلية تنطلق بقوة هذه الخلية. هذا بالنسبة للتقسيمات. الموضوع الثاني كما ذكرت هو رفع العاسلات. هناك الكثير من يقوم برفع العاسلات، بعد ذلك تتغير الأجواء أو تسوء الأحوال ويكون هناك أمطار، فربما تكون هناك خسارة في رفع العاسلة. أنا شخصيا قمت برفع عاسلات، وفي إحدى هذه العاسلات رفعت إطاري حضنة ووضعتهم في وسط العاسلة، وأضفت 4 إطارات شمع أساس من اليمين و4 على اليسار. فبعد أسبوع واحد فقط تفقدت الخلية، فوجدت أن الإطارات 8 شمع أساس مبنية كليا في أسبوع واحد فقط، فاندهشت وقلت هذا غير معقول، من غير ممكن في هذا الوقت أن تكون هناك خلية قادرة على بناء 8 إطارات شمع أساس في أسبوع واحد. والذي حصل في الخلية أن الملكة صعدت إلى العاسلة وتركت بيت التربية، فالنحل تبع الملكة فقام ببناء كل أساسات الموجودة في العاسلة. فلما كشفت عن بيت التربية وجدت أنه فارغ كليا، هناك فقط بعض الحضنة المغلقة، هناك إطارات كان فيه بيض وهجره النحل ومات البيض. فأحيانا حين نرفع العاسلة تصعد الملكة مباشرة إلى العاسلة وتهجر بيت التربية أو خلية التربية، فالواجب هنا التفقد خلية التربية. بعد رفع العاسلة على الكثير 4 أيام أو 5 نتفقد الخلية أو نتفقد خلية التربية وكذلك العاسلة. في هذه الحالة بعدم وضع حاجز الملكات، وحين نرفع العاسلة بوضع حاجز الملكات فأكيد أن الملكة لن تستطيع بلوغ العاسلة فتبقى في خلية التربية. فما لاحظته في وسائل التواصل الاجتماعي خاصة الفيسبوك، هناك من يقول أنه فحص أو تفقد العاسلة فوجدها كلها مبنية ومكتظة ولم يتفقد بيت التربية، فيجب عليه تفقد العاسلة وكذلك بيت التربية للتأكد من عدم خلو بيت التربية من النحل. هذا ما أردت مشاركته معكم اليوم كمعلومات وإرشادات للمبتدئين أو لمن يحتاج هذه المعلومات. فكما تشاهدون هذه الخلية، هذه هناك بعض النحلات ترفرف على باب الخلية، وهذه الخلية ليس هناك نحل يرفرف، فربما يكون هناك مشكل في التهوية أو شيء من هذا القبيل، أو ربما تكون هناك فتحة سروح النحل ضيقة بالنسبة لهذه على اليمين. هناك نحل في هذه المنطقة يرفرف بجناحيه كما تشاهدون، عكس هذه الخلية
والخلايا الأخرى. لا أدري لما يرفرف عند باب السروح، رغم أن هذه الخلية ليس هناك نحل يرفرف على باب السروح. هذا ما وددت مشاركته معكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.